للحديث عن توقيت وأسباب عقد الحكومة في بغداد القمة الثلاثية وإمكانية نجاح هذا الحلف في ظل الهيمنة الإيرانية على العراق، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، بداية مرحبا بك. يعني قمة مصرية عراقية أردنية في بغداد، ما يعني رؤيتك لمشروع الشام الجديد التي تريد الحكومة في بغداد تشكيل هذا المشروع؟ تحية لكم ولمشاهديكم ومستمعكم الكرام. أنا أعتقد أن هذا المشروع هو لن يكون شبيه بالمشروع الذي عقد عام 1989 تحت مظلة مجلس التعاون العربي في تلك الفترة، عندما كان العراق ومصر والأردن وكانت اليمن حاضرة في هذا المشروع الذي عقد. كان يراد له أن يكون هذا المشروع شبيه بمشروع دول الخليج العربي. الآن في ظل هذه الظروف والهيمنة الإيرانية والخلافات العربية وضعف الجامعة العربية بحد ذاته وضعف مشاريعها تجاه المنطقة وما تعانيها المنطقة، أعتقد هذا المشروع لا يشبه ذلك. حتى لو سوق له بأنه إعادة مشروع مجلس التعاون العربي هو بعيد عن الواقع. أنا أعتقد كل الموضوع هو ضمن مشروع أمريكي للمنطقة، يراد له أن يبدأ من العراق، لأن العراق من أهم الدول في هذا المشروع، خصوصا أن مصر والأردن ليست لديها مشكلة في السياسة مع أمريكا ومع الكيان الصهيوني. هذا المشروع الذي يراد تشكيله أستاذ حسين، كما هو معلوم أن العراق واقع تحت الهيمنة الإيرانية. بغداد سابقا عقدت عدة لقاءات مع دول خليجية و أحبطت هذه المساعي الخليجية لإعادة العراق للصف العربي. كيف تنظر يعني انعكاسات وتداعيات إقامة هذا المشروع في ظل هذه الهيمنة الإيرانية؟ هو هذا يثبت أنه لا يمكن عودة العراق إلى الصف العربي والهيمنة الإيرانية موجودة على الأرض، سواء هيمنة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، هيمنة إيرانية شبه مطلقة على العراق. كلمة العودة إلى الحضن العربي، هذا إما معناه هناك مشكلة في النظام العربي، أو هناك طبخة إيران تراقبها بحذر لا يستسمح لأحد تجاوز الخطوط الحمر التي وضعتها للحكومة العراقية. إيران لا تسمح لأن أحد يضرب مصالحها في العراق. لكن أعتقد بمجملها نحن نعيش أمام أنظمة وظيفية، والولايات المتحدة هي الأصل في هذا المشروع. ماذا عن الحكومة في بغداد وإمكانية نجاحها؟ يعني هل تتوقع أن تنجح في هذه الخطوة، يعني في ظل فشل ورقة الكاظمي البيضاء التي أطلقها سابقا وعدم إيفائها بوعودها، وكذلك البيروقراطية والرفض الشعبي لها باعتبارها حكومة محاصصة لا حكومة تكنوقراط؟ ما فرص نجاح الحكومة تحديدا خلال هذه المرحلة ويعني هذه المبادرات لإنشاء هذا المشروع؟ يعني أنا لا أعتقد المشروع يحقق أهدافه حسب ما معلن. أنا أتكلم عن ما أعلن عنه حول مواضيع اقتصادية وربط شبكات كهرباء. الموضوع ليس كذلك. لم يأتي الرئيس السيسي إلى العراق والسيد ملك الأردن ملك عبد الله إلى العراق لغرض ربط الشبكة والقضايا الاقتصادية. نعم الأردن جار العراق ويستفاد من العراق اقتصاديا، خصوصا في قضية تصدير النفط، لكن قضية السيسي مصر لا ترتبط بالعراق لا تجاريا ولا جغرافيا، فما لا يمكن أن أحد يصدق بما أعلن عن المشروع بأنه مشروع اقتصادي. أنا أعتقد المشروع غير ذلك. المشروع كله يدور حول قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني وبدء مرحلة جديدة بين الأنظمة العربية وإسرائيل. هذا هو أصل المشروع، وما يقال هو حقيقة هو للاستهلاك المحلي ولتسويق هذه المشاريع القضية الاقتصادية. مصر دولة فقيرة جدا، ماذا أساسها تقدم للعراق؟ الأردن أيضا دولة فقيرة، والعراق وإن كان غنيا لكن منهوب الأموال مالته، وإيران تهيمن عليه. الأمر لا يقنع أي مشاهد ولا يقنع أي متابع بأن هناك مشروع وحدوي عربي اليوم. أنا أعتقد كل هذا يدور حول مشروع أمريكي للمنطقة، وقد يعني قد يجوز هناك فظاظة لدى رئاسة الرئيس السابق ترامب. يبدو أنه بايدن يتعامل بشيء من الدبلوماسية وشيء من الحنكة، بشيء من الدهاء في قضية التطبيع.
الخطورة في هذا المشروع هو التطبيع مع الصهاينة. أنا أجد أخطر ما في هذا. الأنظمة اليوم اللي موجودة لا تحمل مشروعا وحدويا عربيا لمواجهة التحديات لا الإيرانية ولا الصهيونية. وهذا العدو وين هو؟ التهديد الأول يعني وأهم تهديد للمنطقة. حقيقة الثلاثة لا يمتلكون مشروع مواجهة ومشروع تحدي. طيب في سؤال أخير أستاذ حسين، يعني متى تكون بيئة العراق الاقتصادية قادرة على استضافة هذه المشاريع؟ بيئة العراق ما لن تتخلص من الهيمنة الإيرانية لن تكون بيئة حاضنة ولن تكون بيئة ملائمة لأي مشروع اقتصادي. نحن لاحظنا المشاريع المحلية في العراق كيف حجم الفساد بها وسوء الإدارة وبنفس الوقت سوء الأداء للمشاريع المحلية. كيف ستدخل مع مشاريع كبرى اقتصادية دولية أو إقليمية وهناك هيمنة إيرانية، هناك أذرع لإيران في العراق لا تسمح بذلك. لو ضربت مصالح هؤلاء سوف يعني يقلب العراق رأسا على عقب. لا يسمحوا بضرب المصالح الإيرانية ولا إيران تسمح بضرب مصالحها، ولا أعتقد الحكومة نفسها هي قادرة على ضرب المصالح الإيرانية في العراق. هذا الأمر مستبعد جدا، وأكرر أقول أنه المشروع هو لا يخلو من التطبيع، وإيران تراقب بحذر هذا المشروع. نعم. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لك.